عندي معمل لخياطة الملابس وأتعامل مع الأجانب فقط وأشغل عددا منهم من العمال، فهل هذه الصناعة حلال ولا أتحمل أي معاصي، خاصة إنني أحضر لهم الملابس وجميع لوازم الخياطة تأتي من عندهم؟ البيع والشراء مع الكفار جائز، البيع والشراء وخياطة الملابس وبيعها عليهم هذا من التعامل الدنيوي، ما في بأس إن شاء الله.